يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. لقاؤنا اليوم بحول الله تعالى سيتحدث عن رسالة سماحة الشيخ إلى الأمة الإسلامية، والتي عنونها أمة الإسلام إلى أين مسيرا ومصيرا. نناقش فحوى هذه الرسالة ونقف على أهم النقاط فيها. نرحب بسماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة في لقائنا هذا من أجل مناقشة الموضوع، فأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. وبالنسبة لكم أعزائنا الكرام، يمكنكم أن تتواصلوا أيضا عن طريق أرقامنا التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك ننتظركم على شبكات التواصل التي اعتدنا أن نرى فيها أسئلتكم، فأهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ أو نخوض غمار هذا الموضوع، بداية وددنا منكم كلمة بمناسبة عودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سالما غانما إلى بلاده، حيث اعتمرت قلوب العمانيين وغيرهم بالفرحة والسرور. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وعافاه وشفاه وألبسه ثوب الصحة والعافية، آمين، إلى بلده وبين شعبه نعمة أسبغها الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب، إذ كان كما هو معروف مع غياب حضرة صاحب الجلالة عن هذا البلد كان يعيش في أزمة، مهما كانت الطمأنينة بأن حالته حفظه الله تتدرج إلى ما هو أحسن، إلا أن الشعب مع عدم وجود قائده بينه كان يعيش في معاناة، وكان يتطلع إلى اليوم الذي يشرق محياه في أرض عمان وتستقبله عمان بشعبها وبجميع من فيها وبجميع ما فيها بالبشرى والفرحة، وقد تحققت والحمد لله هذه البشرى. الحمد لله. ونهنئ أنفسنا بهذا الأمر، ونهنئ الشعب العماني باستقباله قائده المفدى، ونهني كل من يريد السلام ويريد الخير للأمة الإسلامية وللمجتمع البشري جميعا بصفة حضرة صاحب الجلالة رائدا للسلام دائما يسعى إلى الوفاق والألفة والقضاء على كل شقاق ينجم ما بين الأمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، آمين، لأداء هذه الرسالة، والأمة هي أحوج ما تكون إليها، رسالة السلام التي تؤلف ولا تنفر، وتجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت. الحمد لله. شكر الله لكم سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المعبرة بالفعل. أعزائنا الكرام، موضوعنا اليوم كما بينا لكم عن أمة الإسلام إلى أين هذه الرسالة. أعددنا تقريرا يلخص أهم ما في هذه الرسالة، وإن كانت تزخر بالكثير من الكلمات الطيبة والدعوات النبيلة إلى الأمة الإسلامية. نقف مع هذا التقرير حتى نتعرف على ما جاء في هذه الرسالة، ثم نناقش فحواها بإذن الله تعالى. إني باسم الإسلام الحنيف الذي يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا ينفر، ويرأب ولا يصدع، أناشد كل فئة من الفئات التي تتحارب وتتناحر بأن تقف وقفة مع نفسها تحاسبها فيها على ما تصنع
وتمعن النظر وتعمق الفكر فيه لمصلحة من ولأجل من تقدم على ما تقدم عليه من النحر والانتحار. فكم من أرواح تزهق، وكم من طاقات تهدر، وكم من أموال تضاع. بهذه الكلمات بدأ سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة يوجه رسالته إلى الأمة الإسلامية، وهي تعيش حالة من الفوضى والتشرذم والصراع، وتتجه بسرعة إلى إعلان براءتها من الأخوة الإيمانية التي جاء بها الإسلام. ويرى سماحته أن السبب الذي يختبئ وراء هذا الكسر في لوحة الأمة هو الحمية الجاهلية ويرى سماحته أن السبب الذي يختبئ وراء هذا الكسر في لوحة الأمة هو الحمية الجاهلية والتعصب المذهبي. إن الواجب يحتم على الجميع أن يستأصلوا من ثقافتهم ويحذفوا من قواميسهم كل ما يشي بحمية جاهلية أو تحزب عنصري، وأن يكونوا جميعا في ذات الله إخوانا وعلى الخير أعوانا، وأن يردموا كل هوة تفصل بينهم بلحمة الإسلام التي تجمعهم، وأن يطفئوا كل فتنة تؤججها الحمية بفيض الحب في الله الذي يجب أن يغمر قلوبهم. أما إن كان الصراع بسبب الخلاف المذهبي فإن منشأ ذلك هو الفهم المغلوط لظاهرة المذاهب. وإن كانت ناشئة عن تعصب مذهبي فإن عليهم أن يدركوا أن المذاهب إن أخلص أصحابها وجهتهم إلى الله كانت سبب تعمير لا تدمير ومنشأ وفاق لا شقاق، لأن الاختلاف في الفروع نعمة ورحمة وثروة للأمة لا تقدر بثمن. فكم يجد المسلم في اجتهاد إخوانه المسلمين من أصحاب المذاهب ما يثلج صدره ويحل مشكلته ويكشف غمته، وما من اجتهاد على أصل شرعي إلا وله نصيب من الحق. لقد امتزج السببان امتزاجا اختفى معه صوت الشرع، وماتت الضمائر التي تسن القتل بذنب أو غير ذنب. وهب أن من بين القتلى من يستحق القتل لفساده وإجرامه، فما ذنب الأبرياء الذين لا يفجؤون إلا بالموت الزؤام عندما يقدم أحد على تفجير مكان عام تتزاحم فيه الأقدام ويجتمع فيه الصغير والكبير والرجل والمرأة والمذنب والبريء، فإذا بالانفجار يدوي بينهم فيمزع أشلاءهم ويزهق أرواحهم ويفقدهم نعمة الحياة وفرصة العمل فيها لدنياهم وأخراهم، فيصبحون أثرا بعد عين وخبرا بعد أثر. وبعد سوق عدد من الأسباب وتفاصيلها يذكر سماحة الشيخ علماء الإسلام بضرورة التيقظ المبكر لهذا الشرخ وتدارك الأمة الإسلامية من هذا التمزق. هذا وإنني من منطلق الحرص على وحدة الأمة وجمع شتاتها وردم خلافها أدعو كل فئة منها إلى السعي إلى هذا المطلب النبيل والغاية المحمودة، وأن يضافروا جميعا جهودهم من أجل النجاح في هذا وتحقيق هذه الأمنية الغالية. وأطالب العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة العلم وألزمهم أن يبينوه للناس ولا يخفوه، بأن يكونوا هم رادة الجميع في هذا الأمر، وأن لا يترددوا في أن يمضوا قدما فيه ويواجهوا جميع الصعاب والتحديات ويصبروا على كل ما عسى أن يلقوه من الأذى في سبيل ذلك، فإن ذلك مما يندرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما يستلزمان الصبر والمصابرة. يشترك في هذه المسؤولية عامة الشعوب المسلمة، فأقدار الوعي الجمعي بأهمية الوحدة والتحام الصفوف يجب أن تتوفر عند كل فرد يشهد بشهادة الإسلام مهما كان موقعه. إن الأمة جميعاً عليها أن تعي هذه الحقائق وأن تكتشف هذه الخفايا وأن تكون خبيرة بما يبيت لها وأن تستظهر ما يضمره لها عدوها في طواياه،
وأن لا تكون كالأنعام التي تساق إلى مجازرها فتنساق. إن هذا الاختلاف السلبي ليس قدرا محتوما على الأمة الإسلامية، فهي أكبر أمة تضم المشتركات، وأكبر أمة يمكن أن تصنع من تعدد آرائها ثراء. ولذلك يقدم سماحة الشيخ خطة إنقاذ من 9 نقاط. أولها أن تترسخ روح التقوى والخشية من الله تعالى في نفوس الجميع. ثانيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثها الإنصاف من النفس قبل الانتصاف من الغير. رابعها عرض ما تتفق عليه الأمة دون ما تختلف فيه لتضييق فجوة الخلاف بينهم. خامسها تعميم ثقافة جديدة تدعو إلى الوحدة والوئام. سادسها التظاهر على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة والخاصة. سابعها الحذر من كل محاولة لتكدير الصفو وتمزيق الصف. ثامنها طي صفحة الماضي في تاريخ الأمة. تاسعها عدم مجاوزة الحدود الشرعية في إصدار الأحكام على من زاغ. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. استمعنا إلى هذا التقرير وهو يضم بعض ما جاء في هذه الرسالة، وفيها أشياء كثيرة لابد للأمة الإسلامية أن تتيقظ لها وأن تقرأها جيدا حتى تكون خطة إنقاذ بالفعل للخروج من عنق الزجاجة الذي تمر به الأمة الإسلامية. في هذا اللقاء سنوضح الكثير مما جاء في هذه الرسالة، ونناقش الشيخ عن الدوافع التي دفعته إلى مثل هذه الرسالة. سمحة الشيخ، استمعنا إلى ما جاء في هذه الرسالة من تقرير. على كثرة الخلافات في الجانب العقدي بين الأمة الإسلامية والفروعي، وإصرار كل فريق على موقفه رغم المجامع الإسلامية ومعاهد التقريب، لا زلتم تدعون إلى الوحدة ولم يتغير لكم فيها موقف. هل هو حديث عن الأمل المرتقب فحسب، أم هو عائد إلى قناعات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوحدة بين الأمة مطلب فطري ومطلب ديني. فهو مطلب فطري من حيث إن الإنسان قليل بنفسه كثير بأخيه، والإنسان اجتماعي بطبعه مدني بفطرته، فلا يمكن لأي إنسان أن يستغني عن غيره، لا يمكن لقوي أن يستغني عن ضعيف، ولا لضعيف أن يستغني عن قوي، ولا لحاكم أن يستغني عن محكوم، ولا العكس، بل الكل مشتركون في الافتقار، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا. هكذا اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الإنسان يخدم مصلحة غيره من حيث يدري ومن حيث لا يدري، لتوقف المصالح بعضها على بعض وتشابكها فيما بينها حتى لا يستغني أحد عن آخر. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل كل إنسان مستقلا في حياته، ولكن هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان على الأمة وهي مطالبة بأن تكون رائدة ما بين الأمم فيما يدعو إلى مصلحة البشر، وفيما يدعو إلى رفع الشقاق بين الناس، أن تكون هذه الأمة لها الريادة في الألفة والوفاق والوحدة واجتماع الكلمة، وهذا ما يفرضه عليها دينها. فإن الله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي هذا ما يشير إلى أن هذه الوحدة بين الأمة إنما تتم في ظل عبادة الله وفي ظل تقوى الله.
فلذلك لا يجب الارتكاز على أمر العبادة، يجب على الكل أن يؤدي العبادات وأن يتعاون الكل على هذا، وأن يذكر بعضهم بعضا، وأن يأخذ بعضهم بيد بعض إلى هذا الأمر، وكذلك بالنسبة إلى التقوى، فبهذا تتآلف القلوب وتحيا الضمائر وتتوحد الكلمة وتستل السخائم والأحقاد من صدور الأمة حتى تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيجب على الأمة أن تتيقظ لذلك، على أن من المعلوم أن الأمة تمر الآن بمرحلة صعبة، مرحلة يتربص بها العدو ليؤجج نار الفتنة بينها، وقد انساقت الأمة عن وعي أو عدم وعي مع هذه الرغبة، رغبة عدو الأمة في دعها في الفتن دعا وفي تأجيج نار الحمية الجاهلية فيما بينها، فأصبحت الأمة في وضع يرثى له. هي مع الأسف الشديد توقد نار الحرب بأي وقود بأبنائها، كل فئة تحارب الفئة الأخرى إنما تقدم أبناءها ليكونوا وقودا لهذه النار، وتوقد هذه النار بأموالها. من المستفيد؟ إنما المستفيد عدو الأمة المشترك، فهو الذي ترك هذه الأمة تتناحر فيما بينها بهذا القدر، تهلك الحرث والنسل في محيطها، وتقضي على الطارف والتليد من ثروتها، وتقضي على عز ثروة بشرية عندها في سبيل تأجيج هذه النار والعياذ بالله تعالى. إذن العدو المتربص هو الذي يستفيد من هذا، وهو الآن يتفرج يتفرج على هذه الأمة التي تتساوق إلى هذه الفتنة من حيث تدري ومن حيث لا تدري. قد كان حريا بها أن تجتمع لمواجهة العدو، وقد كان حريا بها أن تجتمع لأجل عزتها ولأجل شرفها ولأجل استرداد الحقوق المسلوبة منها، ولكن الأمر كان بعكس ذلك مع الأسف الشديد. للأسف الشديد. طيب سماحة الشيخ، الذين دعوا إلى الوحدة من علماء الأمة المعاصرين عدد كبير، ولكن سرعان ما تتغير المواقف تبعا لسياسات الدول، هل يصبح الإسلام كأمة في مهب الريح عندما تتحدث السياسة وتتشابك المصالح؟ مما يؤسف له أن الدعوة أصبحت تبعا للسياسة، وقد كان المفروض عكس ذلك. صحيح. كان المفروض بأن تكون السياسة هي التي تتبع الدعوة، وأن يكون الساسة هم الذين يتبعون العلماء، وأن يكون العلماء هم الحكماء، هم الأطباء الذين يعالجون أمراض الأمة. ولكن عندما تهب عاصفة من سياسة متقلبة فتدفع العالم من اليمين إلى الشمال، تدفع العالم من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين حتى يتحول عن موقفه الذي كان يقفه تماما إلى موقف نقيض له، يضيع قدر العلم وتتلاشى الحكمة، ولا يبقى للعلماء أي مكان في عالم السياسة مع الأسف الشديد. فلذلك يجب عليهم أن يتيقظوا. الله سبحانه وتعالى أودعهم هذا العلم ليكونوا حجة على الناس، لا لأجل أن ينساقوا مع أهواء الناس. وما يؤسف لا أن نجد من الناس من يتعدى كل حد حتى يصف السياسة على أي أساس على أي حال كانوا عليه بأنهم أنبياء. مع الأسف الشديد هذه حالة مزرية بقدر هذه الأمة. سبحان الله. طيب سماحة الشيخ، أنتم في رسالتكم استشهدتم بأقوال أئمة المذاهب جميعها في الدعوة
إلى عدم التعصب وإلى عدم التقليد. لكن الملاحظ أن الفجوة تتسع بين أتباع هذه المذاهب مع تقدم الزمن وتوفر المعارف. هل هناك مشكلة لم تشخص بعد؟ المشكلة التي لا يريدون تشخيصها هي مشكلة الأهواء والتغلب عليها، والمشكلة التي أيضا يتصاممون ويتعامون عنها هي مشكلة تأثير عدو الإسلام على أمة الإسلام، فأصبح الناس ينساقون مع هذه الأغراض، الأغراض التي لا تخدم إلا العدو المتربص، توهن الأمة وتزيدها وهنا بعد وهن، وتزيدها تشتتا بعد تشتت، وفقرا بعد فقر، ودمارا بعد دمار. ولكن مع ذلك لا تستجيب هذه الأمة لداء الضمير، لداء الحق، لواعظ الفطرة الذي يجلجل صدى دعوته من أعماق كل نفس لو استجابت هذه النفس لهذه الدعوة. الله المستعان. طيب سمحة الشيخ، الأهواء من أين دخلت؟ الإسلام يدعو إلى نبذ، يعني آيات القرآن الكريم والأحاديث كلها تحذر من الأهواء، هل هناك شيء أدخل في الدين وهو من الهوى أصلا؟ من أشد الهوى حب الدنيا، حب الدنيا كما قيل، ومنهم من ذكر أن هذا حديث وليس بحديث، وإنما هذه حكمة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الله فحب الدنيا الذي امتلك الألباب سواء من قبل الساسة أو من قبل العلماء الذين يريدون أن يظهروا من خلال هذه المواقف التي يقفونها، أدى بهم إلى الانجرار وراء الرغبات التي تعود بالأمة، تعود على الأمة بالدمار. حب المذاهب والتعصب لها هل هو من الهوى أيضا؟ أما التعصب المقيت، المذاهب كما قلت يجب أن تتتامن لا أن تتنافر. يجب أن تتتامن. الخلاف في القضايا الفرعية، في الخلاف في القضايا الفرعية إنما هو خلاف رحمة. القضايا الفرعية كلما توسع الخلاف كان رحمة للناس، كما يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني لا يود أنهم اختلفوا، بل يود أن يكون بينهم الاختلاف، لأن هذا الاختلاف به يثري الفقه، وبه تتعدد المسالك، ويجد الإنسان مخلص دائما من خلال اجتهاد المجتهدين. وهذا ثراء، ثراء للفقه، ثراء للأمة، ثراء ورحمة بالناس. ولكن مع ذلك استغلت هذه الخلافات بما فرق الأمة تفريقا مع الأسف الشديد. وإذا جينا إلى الخلاف فيما يتعلق بالجانب العقلي، أولا علينا أن نشتغل أكثر بما يجمع لا بما يفرق. وكما قلت في هذه الرسالة بأن هناك قواسم مشتركة بين الأمة. أولا قبل كل شيء الأمة مجتمعة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تفرقت في الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقضاء والقدر. وأما بقية الأركان هي متفقة عليها. وقع خلاف طبعا في التفسيرات، لا في أصل الإيمان بالله، ولا في أصل الإيمان بالملائكة، ولا في أصل الإيمان بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر، ما وقع خلاف في أصله، ولكن في التفسيرات، أو نستطيع أن نقول في الجزئيات لا في الكليات، هذا الخلاف الذي وقع بين الأمة. فإذا لماذا ما لا يكون التركيز على ما اتفقت عليه الأمة؟ ثم مع هذا الأمة اتفقت بالنسبة إلى أركان الإسلام الخمسة، لا خلاف بينها فيها،
لا خلاف بينها أن الإسلام ينبني على 5 أركان: الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله تعالى الحرام. الأمة متفقة من حيث الاتجاه إلى القبلة، كلها من أنحاء الأرض في كل العالم، إنما تأم بوجوهها شطر المسجد الحرام، تستقبل المسجد الحرام في صلواتها. والأمة مع ذلك أيضا متفقة في أن فروض الصلاة 5 صلوات، ومتفقة أيضا فيما يتعلق بالزكاة، وإن وجد خلاف فرعي، متفقة في حج بيت الله تعالى الحرام. الكل يحج هذه الأرض المقدسة المعروفة، يحج بيت الله تعالى المحرم، لا يحج بيتا آخر. فإذا لما كان الاتفاق بين الأمة في هذه الأصول، لماذا لا نركز على هذه الأصول التي تجمع الأمة ولا تفرق؟ هذا الموضوع أعزائنا الكرام ذكره سماحة الشيخ في رسالته أيضا، وبين هذا الثراء الذي تزخر به المذاهب الإسلامية، ودعا إلى حسن الظن بأصحاب هذه المذاهب ليكون هناك تكامل لا اختلاف. نستمع إلى هذا الفاصل الذي يتضمن كلام الشيخ، ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. أن من الاجتهاد ما يكون خطأ، فإن هذا الخطأ محمول على المجتهد، بل هو لا يحرم من أجر الاجتهاد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإنما يجب على كل مجتهد أن يعتمد ما ترجح عنده من دليل، وأن يكون الحق أنشودته ورضوان الله تعالى غايته، وأن يتحرر من أسر الهوى ويتجرد من كل المؤثرات النفسية وغيرها. وعلينا أن نحسن الظن بإخواننا ولا نكيل لهم التهم، فإن الأصل في المسلم أن تكون وجهته إلى الله، وأن يبتغي بعمله رضوان الله. فاتهام الغير باتباع الهوى في مسائل الفروع خروج عن النهج السليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم. وقد وقع الخلاف في الاجتهاد بين أصحاب رسول الله حتى في عهده عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقرهم على ذلك ولم يعنف أحدا. مرحبا بكم أعزائنا الكرام في مناقشة فحوى رسالة الشيخ إلى الأمة الإسلامية. نبدأ الآن في استقبال المكالمات. الأخ حسين الصواعي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك ومرحبا أخ حسين. كيف الحال دكتور سيف؟ حساك طيب؟ الحمد لله، نشكر الله، الله يبارك فيك. تفضل أخ حسين. حياكم الله. حقيقة شيخ أنا عندي أطروحة بسيطة وبعد يترتب عليها سؤال إن شاء الله تعالى. نعم. هنا تقول: أهل المصالح وأهل السياسة الدنيوية وأتباعهم لا يلتزمون بدين حق ولا بقاعدة شرعية، وهذا معروف وواضح. نعم. ولكن العلة الآن بأنهم أخذوا يسوقون أفكارهم وآراءهم على أنها دين، والكل له فيها مصادره التي يسقي منها أتباعه. نعم. ونحن نحسن الظن في عامة المسلمين وخاصتهم الساعين للخير. نعم. ونظن فيهم خيرا، أنهم لا يفعلون شيئا إلا من منطلق حبهم لله ورسوله وبغضهم لما يبغضه الله ورسوله. كثير من مواقف المسلمين في تعاملهم مع بعضهم مبنية على قاعدة الولاية والبراءة. نعم. ولكن كثيرا منهم من يتولى بمجرد الانتماء العرقي أو الجنس أو الجنسية أو القبلي أو المذهبي، وكذلك يتبرأ ممن خالفه فيما ذكرنا. نعم. ثم ينطلق بعدها ليعمل كذلك أعمالا بموجب الحب في الله أو البغض في الله،
مما يمليه عليه هواه دون إحكام هذه المحبة أو البغض إلى شرع الله. نعم. السؤال يعني ما هو الموجب الصحيح لقضيتي الولاية والبراءة في الله؟ ثانيا ما الذي يترتب عليهما؟ يعني إذا توليت شخص ماذا يجب علي تجاهه، وإذا تبرأت منه ماذا يجب علي تجاهه؟ وهل الفكر الإقصائي الذي يمارسه المسلمون مع بعضهم من تقتيل ونهب أموال وانتهاك أعراض يمكن أن يعتبر نتيجة من نتائج ممارسة الولاية والبراءة بسبب الاختلاف في أمور عملية أو جزئيات إيمانية؟ تعقيب السؤال كذلك، لو حدث الخلاف في أصول الدين هل تباح هذه الأفعال، ومن الذي يأمر باستباحتها؟ بارك الله فيكم. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، مشكور. أسئلة مهمة بالفعل. الأخ حمد المعولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. الأخ حمد أهلا بك ومرحبا. بارك الله فيكم. أولا تهنئة لعمان بل لكل محب للسلام بوصول وإطلالة رائد السلام صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. هنأك الله بالخير. ثانيا شكر وتقدير لسماحة الشيخ على دوره الكبير في الأمة، وهذه الرسالة هي بعض الأدلة التي تدل على حرصه الشديد على هذه الأمة، نسأل الله له الصحة والعافية. ثم بعد ذلك نشكركم على البرنامج وعلى هذه الحلقة المميزة، وفقكم الله. الله يبارك فيك. السؤال شيخي الأول حول أهل عمان ودور أهل عمان عبر الزمن، خصوصا منذ إسلامهم وإلى عصرنا الحاضر، ولو بشكل موجز في قضية الوحدة والتآلف بين المسلمين، والرد على بعض الرسائل المشبوهة التي تشك وتشكك في دور أهل عمان. الأمر الآخر هو موقف المسلم من الفتن، خصوصا في هذا الزمن الذي تكثر فيه الشائعات والتراشق، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البعض ربما ينجر لطرف ضد طرف آخر وهكذا، أو السب والشتم وما شابه ذلك من الأمور التي تكثر في مثل هذه الوسائل. نريد رسالة سماحة الشيخ للمغردين والمتعاملين مع مثل هذه الوسائل، وجزاكم الله ألف خير. شكرا، شكرا جزيلا أخ حمد، الله يبارك فيك. الأخ محمد الجابري أيضا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير دكتور سيف. الحمد لله. الأخ محمد أهلا بك. كيف حالكم؟ بخير سماحة الشيخ أحمد. أحمد الله ونشكره. يا مرحبا وسهلا. أولا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الله يبارك. لإعطائنا القليل من وقتك الثمين سماحة الشيخ لتوضيح ما يصلح أحوال المسلمين. الله يبارك فيك. تفضل. سؤالي سماحة الشيخ، من المحزن والمؤلم ما يحدث الآن في العالم الإسلامي من فتن ومصائب، فما هو السبب الذي يعمي بصائر الناس وأبصارهم عن الرشد، وتراهم ينقادون إلى دروب المهالك دون أن يعتبروا من هم قبلهم الذين سلكوا نفس المسالك، فوجدوا أمامهم طريق مسدود وانجرفوا إلى عواقب وخيمة، حتى أصبحوا أن الأخ يقاتل شقيقه دون أن يعلم من يقاتل. صحيح. وما هي نصيحة سماحتكم التي يجب اتباعها للوقاية من الوقوع في مثل هذه الأمور؟ أفيدونا، بارك الله فيكم. الله يكرمك. شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة أخيرة. الأخ حمد الحسني. تفضل الأخ حمد. الأخ حمد الحسني. نعود بعد ذلك الاتصال بالأخ أو يعني الاستقبال مكالمة الأخ حمد. شكرا جزيلا لك. سماحة الشيخ، ذكرتم في عدد من حلقات هذا البرنامج، وذكرتم أيضا في كتاب الاستبداد، أن 40 عالما حاولوا إقناع خليفة من الخلفاء بأنه لا حساب عليه ولا عقاب. يتكرر هذا اليوم مع المغردين، فيذكرون أعدادا مماثلة من أجل تأييد هذه الحرب القائمة، سواء من هذا الطرف أو من ذلك الطرف. وأنتم في رسالتكم توجهون دعوة صريحة إلى العلماء إلى ضرورة التيقظ، وإذا ضرورة لم شمل الأمة وعدم الانجرار وراء هذه الفتن، لكن الاستجابة للعواطف والمذهبيات كما يبدو أقوى. إلى متى سيتم هذا؟ إذا متى سيستمر هذا
في توقعكم وما المخلص منه؟ هذا إنما يستمر إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى على هذه القلوب بالرشد بعد الغي وباليقظة والصحوة بعد النوم العميق بعد الغفلة لإدراك بعد التعامي، وهذا ما نرجوه أن يتحقق إن شاء الله. ولو أن الناس فكروا في مصالحهم بأنفسهم لأدركوا هذا، ولكن مع الأسف الشديد أصيبت الأمة حتى أصبحت لا تفرق بين مصلحتها ومفسدتها وبين منفعتها ومضرتها، ولا تفرق بين ما يؤدي بها إلى العز أو ما يؤدي بها إلى الذل، وبين ما يؤدي بها إلى القوة وما يؤدي بها إلى الضعف. لو فكرت الأمة في هذا لأدركت وانتشرت نفسها من هذا الواقع الذي هي فيه. نسأل الله للكل الرشد. آمين آمين. سمحت الشيخ، السياسات التي تجري في العالم الإسلامي يتم فيها التحالف بين السياسة ودول الاستكبار بناء على مصالح لا تخفى على الطالب الابتدائي، يستخدم العلماء فيها فقط لتغطية تلك السياسات دينيا وإعطائها الشرعية من أجل إقناع الجماهير، بينما هذه الجماهير تزداد وعيا باستمرار، هذا الوعي لا يواكبه شيء من تغير العلماء. هل تخشون على الأمة الإسلامية في ظل هذا الوضع أن يصيبها ما أصاب أوروبا من الانقلاب على الكنيسة؟ نعم، هذا ما يخشى فعلا مع عدم قيام علماء الأمة بما يجب عليهم في توعية الناس وإرشادهم وتبصيرهم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير، بحيث أصبح الدين يستعمل وسيلة من وسائل الوصول إلى الأغراض الدنيوية. يخشى على الجماهير أن تزيغ، وهذا وقع فعلا. كثير من الزيغ إنما حصل نتيجة هذا الأمر، نتيجة تخلي العلماء عن دورهم واستخدامهم كتبرير. طيب سمحت شيخ، هناك قضية ربما ينطلق فيها العلماء، ونحن نركز كثيرا على العلماء هنا وبعد ذلك سنأتي إلى البقية إن شاء الله، يركز أو ينطلق منها بعض العلماء كمبرر للخوض في السياسات، وهو ما يرونه من رغبة طرف أن يتوسع لحساب طرف آخر ويسعى إلى فرض هيمنة معينة على المنطقة، فإن سكتوا واكتفوا بالدعوة إلى الوحدة صنفوا بأنهم خونوا لأوطانهم وأتباعهم، وإن خاضوا فيها شرعنوا القتل وشقوا صفوف الأمة. ما الخيار الذي سيخرج به العلماء عندما تحدث مثل هذه الفتن؟ العلماء عليهم أن يسعوا، عليهم أن يمسكوا العصا من الوسط، عليهم دائما أن يمسكوا العصا من الوسط. نعم. وأن لا يتحيزوا لفئة، إن أخطأ أحد فعليهم أن يقولوا له أخطأت، قريبا كان أو بعيدا، بغيضا كان أو حبيبا، لا يفرق بين البغيض والحبيب وبين القريب والبعيد. عليهم إن أخطأ القريب النصير أن يبينوا له خطأه، كما أن عليهم أيضا أن يقيموا الحجة على الطرف الآخر. فلو اجتمع العلماء من جميع الأطراف على كلمة سواء لاستطاعوا أن يقيموا الحجة على الجميع. نعم. طيب نحن نأخذكم سماحة الشيخ كمثال، لم يظهر في رسالتكم تحيزا لمذهبك على الرغم من أنك على قمة مذهب إسلامي معتبر، كما لم تخاطب الأمة باسم مذاهبها وإنما باسمها الجامع، ما الذي يمكن أن نفهمه عن المذاهب التي أصبحت اليوم جزءا من مشكلة التناحر؟ نريد يعني خارطة طريق فيما يتعلق بالمذاهب نفسها وضرورة فهمها. المذاهب كما قلت يجب على أصحاب كل مذهب أن يعرفوا أن
تكون هذا المذهب إنما كان نتيجة اجتهاد ولم يكن نتيجة اتباع هوى، إنما كان نتيجة اجتهاد المجتهدين اجتهدوا فتأصل المذهب من خلال ذلك الاجتهاد. وهذا الاجتهاد لا يعني مصادرة اجتهاد الآخرين، ولا يعني أيضا إقصاء الآخرين، بل يجب أن يتوسع أصحاب كل اجتهاد أن تتوسع صدورهم للآخرين، وأن يرحبوا بالاجتهاد الآخر، وأن يكون الحق والأنشودة. أما إذا تأصل عند أصحاب كل مذهب تعصب حتى يعد القضايا الفرعية قضايا أصلية، وحتى يعد كما يقال مسائل الدين مسائل الرأي يعدها مسائل الدين، عندئذ تحمل حمية وتقوى العصبية وتتأجج العاطفة ويخمد العقل. نعم. ولا تصبح هناك استجابة للعقل. جميل. لنقرب الصورة أكثر فيما يتعلق بكم، وأنا أتحدث هنا عن إجاباتكم في برنامجنا هذا. سبق وأن طرحنا أمامكم المشكلة التي تعرض لها الإباضية في بعض بلدان المسلمين من قبل إخوانهم من المذاهب الأخرى، حتى فقدوا عددا من رجالهم، ومع ذلك لم يظهر عليكم شيء من الانفعال المذهبي، ولم تتهموا دولة بالتحيز، ولم تتهموا العلماء أيضا بإيقاد نار الفتنة، وإنما كل إجاباتكم دعوة الجميع إلى التصالح. وهذه أنا وجهت رسائل. نعم. إلى المختلفين أو إلى الأماكن التي وقعت الفتنة، وجهت رسائل إلى الجميع وخاطبت الجميع خطابا واحدا. نعم. والرسائل لا تزال موجودة إلى الآن. وكذلك كانت إحدى الرسائل وجهتها إلى جهة أخرى فيها جماعة من الإباضية، وقصدت خصوصا الإباضية، والرسالة نشرت في مجلة التقريب في الإسسكو. نعم. ماذا تتضمن هذه الرسالة؟ تتضمن الاستعلاء على كل أسباب الخلاف والانصهار في بؤتقة الدين الواحد الذي يجمع الجميع ويؤلف بين القلوب. هل لاحظتم أن هناك من يحاول اللعب على الأقليات ويحاول أن يستثمرها لشيء من المصالح التي تخدم عداء هذه الدين؟ معروف بأن هناك دعوة لتأجيج الفتنة في كل مكان. نعم. من قبل كما قلت العدو المتربص، عدو الأمة. نعم. نستقبل المكالمة أخرى. الأخ حمد الحسني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. الحمد لله، مساء النور الأخ حمد، أهلا بك ومرحبا. حياكم الله. الله يكرمك. لدي موضوع وسبق وأن طرحته، وأرجو أن تتسع صدوركم كالعادة. تفضل. لاستماعي. تفضل. أهلا. وهو متعلق بما تفعله طائفة متطرفة عقديا وفكريا وسلوكيا تتلبس بلبوس الإسلام وتدعي أنها الممثل الحق الوحيد له، وهي بمثابة الخنجر المسموم في خاصرة هذه الأمة منذ أن نشأت، وهدفها الأساس هو خدمة الطواغيت وتثبيت أركانهم، وفي يعني والذين يحرصون على اقتفاء أثارهم، خاصة قلال الأمم السابقة، وشر هؤلاء يتمثل في النيل من أبناء الأمة وتفتيتها أشلها وتفتيتها أشلها، ومن ناحية تشويه صورة الإسلام النقية الصافية وتبغيضه إلى الناس. نعم. لذلك لا نستغرب من تأييد طواغيت لها واستخدامها كوسيلة لتحقيق أهدافهم البغيضة. نعم. أما آن لعلماء المسلمين أن يواجهوا هذا الضلال بكل حزم وصرامة. نعم. ويحذروا الناس من شرورهم من خلال وضع خطط عملية مدروسة دون تأخير. طيب. لاقتلاع هذا، خاصة وأن كثير من الناس البسطاء قد تأثروا بهم. نعم. يعني نرجو أن تكون هنالك وقفة حازمة، لأن كل مذهب يدعي أن المتطرف لا يمثله. أما أنا لهؤلاء العلماء المعتدلين النبهاء الحكماء من كل مذهب أن يقفوا وقفة رجل واحد. نعم. ولو اقتضى ذلك منهم ما اقتضى، لأن الناس كما يعني كما هو معلوم يتأثرون بقياداتهم الروحية. لذلك أكرر دعوة مرة أخرى
جميل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. ورسالة سماحة الشيخ أيضا تدعو إلى ما قلت الأخ أحمد. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. لم تشارك السلطنة مع أي فريق، وهذا طبعا ورد في سؤال الأخ أحمد أيضا، لم تشارك السلطنة مع أي فريق في جميع حروبه وتظهر دائما في موقف المصلح، هل تفعل ذلك دينا أم سياسة؟ هذا هو الدين وهذه هي السياسة. نعم. أما الدين فإن الدين يمنع من الاندفاع إلى الفتنة، الدين يأمر بالإنصاف لا بالتحيز، ويأمر بالإصلاح لا بتأجيج الفتنة. والسياسة هذه السياسة التي تعود على الأمة بالخير، تعود على الكل بالخير. ولو أدرك الناس هذا النهج وساروا عليه لسعادة الأمة. هل تذكرون بشيء أشرتم إليه في كتاب الاستبداد فيما يتعلق بهذا الأمر؟ هل أوضحتم قضية الآن المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية هو الانفصال بين الجانب الديني والجانب السياسي؟ نعم. متى يلتحم الاثنان؟ إذا التحم الدين والسياسة على أن تكون السياسة تبعا للدين. نعم. لا على أن يكون الدين تبعا للسياسة. عندما صار الدين تبعا للسياسة كما ذكرتم يعني وصل الأمر إلى تجاهل القرآن وتجاهل السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتجاهل هدي السلف الصالح. حتى وصل الأمر لما سار عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن سيرة الحق والرشد في الناس، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعاد الحق إلى نصابه، وأعطى المحرومين حقوقهم التي حرموها، وانتزع هذه الحقوق من أيدي الظلمة، وأراد من جاء بعده أن يسير سيرته، لم يرق ذلك للعلماء. جاءوا لهذا الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز بأربعين شيخا شهدوا له كما تفضلتم بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب. من أين جاءوا بهذا؟ الله يخاطب نبيا من الأنبياء، يخاطب داود عليه السلام بقول يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يخاطب نبيا من أنبياء، ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الناس وأعظمهم قدرا، يقول له الحق سبحانه وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا أي في أي معصية، فكيف بظلم الناس وانتهاك حقوقهم، إتلاف حقوقهم وانتهاك حرمهم وعدم المبالاة بأموالهم وأرواحهم؟ الأمر أشد من هذا، ولكن الهوى تدخل في الناس. فلذلك نحن ناشد كل من آتاه الله تعالى علما أن يحمل هذا العلم بأمانة الله سبحانه وتعالى ويقوم بالحق غير مبال بأي عاقبة. نعم. نأخذ على الأقل سؤالا واحدا من أسئلة الإخوة الذين اتصلوا. أخ حسين الصواعي يقول يتحدث عن الولاية والبراءة وآثارهما في تصرف الأمة مع بعضها، ويسألكم بعد أن ذكر مجموعة من النتائج التي ترتبت على ذلك، ما هو الموجب الصحيح لقضيتي الولاية والبراءة؟ الولاية والبراءة، الولاية بينها القرآن الكريم، المؤمنون والمؤمنات لا بد من أن يتولى بعضهم بعضا. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. ما هو قوام هذه الولاية؟ قوام هذه الولاية ما ذكر في الآية الكريمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذا اجتمعت هذه وجبت الولاية. من كان مؤمنا إيمانا حقا بالله تعالى وباليوم الآخر، يحرص على طاعة الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله، هذا من تجب له الولاية، سواء كان رجلا أو امرأة لا فرق، لأن الكل بعضهم أولياء بعض، كما أن الرجل يتولى الرجل إذا اتقى الله وسار على هذا النهج، كذلك المرأة تتولى الرجل إن كان على هذا النهج، والرجل يتولى المرأة أيضا إن كانت على هذا النهج. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأما البراءة، البراءة فعلى أي حال بيّن الله سبحانه وتعالى كيف الموقف ممن فجر ممن فسق، قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه البراءة من الفاسقين. وبيّن الله سبحانه وتعالى كيف الموقف الحازم ممن اقترأ على أوامر الله تعالى ورسوله، عندما قال نوح عليه السلام في ابنه بعدما دعاه إلى الركوب مع المجموعة الناجية في السفينة وأبى ذلك وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وهلك مع الهالكين، وأخذت نوح عليه السلام عاطفة الأبوة فنادى ربه إن ابني من أهلي، كان الجواب حازما من عند الله، إنه ليس من أهلك. نعم. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نعم. ومعنى ذلك إن صاحب العمل غير الصالح يجب أن يكون الموقف منه هكذا. نعم. إنه عمل غير صالح، تعليل لما سبق. نعم. وفي قراءة الكسائي وهو أحد القراء السبعة إنه عمل غير صالح. نعم. وهذه رويت عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم هذه القراءة. نعم. وقراءة الجمهور إنه عمل غير صالح، كأنما جعل هو نفس العمل، كما قال الشاعر فإنما هي إقبال وإدبار. فهذا الموقف علينا أن نأخذ العبرة منه. نعم. طيب سماحة الشيخ، لأن الوقت أصبح قليلا وأنا أعتذر للإخوة الذين اتصلوا، لكن إجابات الشيخ تضمنت بالفعل ما سألوا عنه، إنما يبقى معنا سؤال وربما يبقى سؤال آخر في النهاية. الأمة الإسلامية اليوم كما تتابعون هناك تشكل كبير جدا لتحزب الأمة الإسلامية إلى حزبين، وعلى مستوى التحالفات والنداءات، ويشترك العلماء في ذلك طبعا. نريد منكم رسالة إلى الأمة الإسلامية الآن، بالإضافة إلى هذه كتبتموها قبل أن تحدث هذه الأحداث الأخيرة، ولكن نريد منكم كلمة أيضا في هذه الأحداث الأخيرة ليخرج الأمة مما هم فيه. كلمتي إلى الجميع بأن يحكموا شرع الله تعالى ويحكموا العقل للعاطفة، وأن يدركوا أن ما يرتكبون ليس لمصلحة أحد من أي طرف من الأطراف، إنما هو دمار على الجميع، وإنما إن كانت في ذلك مصلحة فالمصلحة للعدو المتربص. ويا ليتهم اجتمعوا عندما كان اجتياح إخوانهم من قبل عدوهم، ليتهم اجتمعوا هذا الاجتماع وواجهوا العدو المشترك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤال أخير يختص هذه المرة بالأمة الإسلامية المتابعة على شبكات التواصل، الأخ محمد العبادي وأيضا الأخ حمد المعولي الذين سألوا، يقول الأخ محمد في ظل الأحداث الحالية من تمزق الأمة الإسلامية، ما هو الواجب على المسلم تجاه هذه الأحداث عندما يستخدم شبكات التواصل ويبدأ التغريدات وغيرها من الكتابات؟ عليه أن يهتم بالنص، على المسلم أن يهتم بالنص، لا أن يتعصب ولا أن يؤجج الفتنة، وإنما عليه أن يهتم بالنصح والإرشاد والتبصير. الحمد لله. هذه أيضا دعوة إلى الأمة الإسلامية أفرادا، دعوة إلى الأمة الإسلامية وهم علماء، دعوة إلى القادة والساسة، تضمنتها رسالة سماحة الشيخ إلى الأمة الإسلامية، والتي ناقشنا الكثير من نقاطها وأوضحنا الكثير من منطلقات الشيخ فيها. ندعو الجميع أن يقرأ هذه الرسالة جيدا وأن تعمم وأن تقوم عليها دراسات، كما أن الشيخ ذكر هنا في واحدة من خطة الإنقاذ خامسا تعميم ثقافة جديدة تدعو إلى الوحدة والوئام. نرجو أن تكون هذه الرسالة ضمن المناهج
التي تدعو الأمة الإسلامية إلى الوحدة والوئام في كل مذاهبها. شكرا لكم سماحة الشيخ. شكرا لكم أعزائنا الكرام، ونشكر وإياكم سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور من العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين. هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في كل الميادين.